السلام عليكم، وياكم أحمد في برنامج ويش يقول. وأسئلتنا بتصير عن شهر رمضان، وسؤال الحلقة اليوم: بتصوم السنة لو نفس اللعام؟ لا، منصوم هالسنة نفس اللعام. أول لعام بعد منصوم أكيد. سؤال كده صوت أول الحمل عاد بنسألك. بنسألك سؤال واحد، بنسأله هو بعد. كيف الحال؟ تمام. وين أنتوا؟ بني جمرة؟ لا، هم القريف. بني جمرة. أنت من بني جمرة؟ فينا عرقية بني جمرة. يعني لك مو ساكن؟ أيوة. زين، السؤال يقول: السنة بتصوم لو نفس العام؟ والله أنت شو تتوقع؟ انت بعد جاوب له. ها؟ جاوب له. بتصوم هالسنة لو نفس العام؟ لا والله، على حسب الوضع، بنشوف الوضع شلون. كورونا هسه؟ ها؟ كورونا. اي والله كورونا. نصوم ان شاء الله. ان شاء الله، يعني بتصوم نفس العام؟ لا لا، العام ما صمنا قلنا له، بس هالسنة غيرناش. السؤال مال هالسنة. لا، السؤال يقول: بتصوم هالسنة لو نفس العام؟ قلت لك لا، نغيرنا لا، لا ما صمنا هالسنة، بنصوم لنا كورونا. يعطيك العافية. شلون؟ الله يحييك. يقول السؤال: بتصوم هالسنة لو نفس اللعام؟ بصوم له نفس اللعام. لعام يعني؟ لعام ما صمت هالسنة بصوم. لا، بصوم نفس اللعام. تعال 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 تعال، لا تهرب، تعال تعال. بسألك سؤال: بتصوم هالسنة لو نفس العام؟ أصوم. يعني هالسنة بتصوم مو نفس العام؟ أصوم حد العام. أصوم أكيد. أصوم كل سنة في رمضان. وهالسنة نبي جد في شهر رمضان. كل سنة لا. السنة بتصوم لو نفس العام؟ لا، نفس العام بنصوم. فهمت لها، يعني اكيد بتصوم ان شاء الله اذا الله كتب. قول لهم ان شاء الله هالسنه بصوم. صايمين نفس كل سنه. قول لهم هالسنه ان شاء الله بصوم. نفس كل سنه صايمين. انت قول لهم ان شاء الله العام نفس السنه بنصوم. اول العام ما صمت له؟ بلا، صمنا نفس السنه والعام. يعطيك العافيه. لايك وشير وسبسكرايب وكومنت بعد كلامكم. تمام انت؟ ايه تمام. اسألك سؤال: وهالسنة ان شاء الله بتصوم لو نفس العام؟ بصوم. بصوم لا. يعني مو نفس العام؟ اصوم انا العام هالسنة بعد. بديت من العام يعني؟ ايه، من زمان اصوم انا. اكيد. اكيدين. صوم يعني ان شاء الله بتصوم كامل لو نص ونص؟ كامل. نقول طالع الكاميرا، قول لهم هالسنة إن شاء الله بصوم. هالسنة إن شاء الله بصوم. يعني ما صمت إلا عام وهالسنة بتصوم؟ لا. كل سنة أصوم. سووا لايك وشير سبسكرايب. سبسكرايب. لايك. لو لايك وشير وسبسكرايب كلام. سؤال يقول: هالسنة بتصوم لو نفس العام؟ بصوم بعد شوي نفس العام. بتصوم؟ لا، نفس العام. أكيد. أكيد لا. سلام عليك. زين. شو حب زين؟ تعال. بسألك سؤال واحد: هالسنة بشهر رمضان بتصوم لو نفس العام؟ بصوم. العام ما صمت لأنا؟ صوم. أوكي، نص ونص. ما تشد لصيام لا؟ إيه. بتصوم لو نفس العام؟ بصوم. العام ما صمت لا؟ بلا. نص ونص. لا، صوم. أي صف أنت؟ سادس. لا، صوم هالسنة خلاص يعني. الحين بسألك سؤال: انت عادي وش اللي على وجهه؟ جمجمة. جمجمة. هالسنة بتصومه؟
ايه. صمت اللعام؟ ايه. كامل؟ نصه. الأذان الظهر يعني؟ ايه. ثالث افطر؟ ايه. يلا هالسنة صوم كامل عاد ان شاء الله. سنة خلاص اذا ما تصوم بنضربك. هالسنة بتصوم لو نفس اللعام؟ صوم لا. اللعام ما كنت تصوم؟ لا ما اصوم بعد. اكيد اكيد بتصوم. ايه. انزين تحب تفطر بويش؟ فريد. فريد على الغداء؟ ها مو على الغداء. انت تفطر؟ حياك الله. تعال صادق عليه. كيسار زين زين. بنغلا؟ ايه. عربي يعرف؟ لا اتكلم وياك بنغالي. عربي فيها رملة. ابي رمضان ايا روزه هي روزه هي بعد في رمضان روزه لا رمضان ايا لا دومينا بعد ما ايا ايه بعد رمضان نيه رمضان هي ايه روزه ني روزه روزه راكي كان صبح صبح كان ني ايه لا الساعه 4 صبح نيه صبح نيه هذه مال الفجر لا فجر كان نماز بايلا بايلا كا بس كان 10 بجي ايه 10 بجي نيه صافا لافا روزه ايه اوكي بعد اخر هذه المغرب اذن لا بعد فيها كان شكرا حبيبي اوكي شكرا بتصوم هالسنه لو نفس اللعام اوريدي بلغت يعني شي طبيعي بصوم نفس اللعام يعني اللعام ما صمت هالسنه لا اللعام صمت بعد لا قول لهم ان شاء الله هالسنه بصوم ان شاء الله هالسنه بصوم سنه يعني اللعام لا صوم هالسنه في شهر رمضان بتصوم لو نفس اللعام لا ولا انا فطرت انا هذا الشيء انت تجاوب عليه انا ما وش درانا تونا لا لا تشيبس وسترس ورا المسجد كلهم اقول لهم و هالسنه بفطر هالسنه بصوم مسلمها مسلمه ابي رمضان ايا اوكي توم روزه روزاني روزه راكي لازم صبح صبح كانني لا لا صبح صبح كانني لازم ما في اكيد اكيد لا اوكي هذا وش مسوي لك انت في وجهه بصم جوكر جوكر بتصوم هالسنه هالسنه بتصوم ايه اكيد اكيد العام صمت لا لا هو بس وهالسنة حين بصوم كامل كامل يعطيك العافية وانت ايس كريم ايه انا حلوكاتي لولوكادي ايه يعني قولي لها مسوون شير ايه شير بعد سبسكرايب ايه وشو سبسكرايب بعد او لايك عفوا بتصوم هالسنه لولا ما بتصوم نفس العام يعني هالسنه بتصوم لو نفس العام انا كل سنه اصوم زين يعني هالسنه بتصوم مو نفس العام اكيد لا لا عم صوم يلا عم صوم تحب التونة؟ لا لا مو حلو يعني جبن لا لا جبن سمك مو حلو سمك مو حلو؟ تونة لا سمك مو حلو يعني دجاج الصبح لا لا يعطيك العافية الله يعافيك سهل السؤال